Valente. Ziba, 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 hoppa! Non so più. لازم لازم كريستيانو رونالدو كواريزما ويطرق الكرة في الأمام أسمعت فيني بس خلاص ولا جول لا 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 تدخل بشكل سليم شوف استخلاص الكرة في الأقل السابقة لا يا سوما مرة لا فاول 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 ثم خذها عطاها روح عمر يا سلام اللي بعطيك من تعليق خرافي مع عمر الصوم اللي ياخذ الطابه ان شاء الله شوف حكم المباراه بيقرر اضافه دقيقتين الان الكره بحوزه مايكل روح انت لا يا سلام سلام يا رب شوف المحاولة شوف التحكم الخاطئ في اللعبة الماضية التوجيه ما تنسى وعمرك ما تنسى السوري الاسطورة انضرب عامي الشوط الاول جيد جيد نقول جيد ان شاء الله الشوط الثاني نبدع ونجيب نتيجة عالية. تواصل المباراة مع ضربة المثال الشوط الثاني. يا سلام يا سلام يا عمر يا عمر يا سلام كريستيانو رونالدو
لا خطا 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 كفو نيمار حرام حارس كم كرة في الخارج ضربة ركنية كرة بتبعد من مناطق الخطر وينطلق بالكرة إلى الأمام كريستيانو رونالدو إيدن هازارد استخلاص ممتاز داخل المنطقة أندريه شيفشينكو تمركز ممتاز مساعدة في قطع الكرة أندريه شيفشينكو يتجاوز الدفاع ينطلق يتقدم فيه بدون رقابة فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة تسرع بعض الشيء في مسألة التحرك يعتمد يعلن عن وجود التسلل استقبال تحت الضغط الله على الكنترول شوف كيف يحافظ على كرته إيدن هازارد يملك تمريرات ساحرة نظرة كاشف الملعب نادرا ما يخطأ عمر عمر الصومة والكرة إلى خارج الملعب ضربة ركنية بقبضة يد ممتازة من كورتوا كرة عرضية في المنطقة يا الله وثاني مرة يا سوما حرام عليك دخل يا سوما بيلعب الكرة إلى منتصف ال 18 تبعد الكرة من أماكن الخطورة سلمان الفرج عرضية ممتازة الحارس يضرب الكرة بعيدا ربع ساعة لنهاية أحداث هذا اللقاء سوما والله إنه خطير مشكلة كانتي يعيد الكرة ايضا الى زميله في هذه اللقطة ايدن هازارد فرصة والكرة في وضعية الهجوم في هذه اللحظة تمريرة بدون تدقيق تذهب الكرة المنافس لا اوكي يا سوما خلاص
لا انزلوا يا الله هم يا شباب ممكن يكون وصلنا لنهاية الفيديو اول خسارة في القناة وانا جدا زعلان اول خسارة يعني انا ما بحب هيك كثير بس هيك لازم ونشوفكم في الفيديو الجاي لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل شيء جديد واذا ما يوصلكم اي فيديو لا تنزلوا افصلوا جرس التنبيه وبسوا مره ثانيه ونشوفكم في الفيديو الجاي ولا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب اهم شيء نوصل اكثر عدد مشتركين باقل وقت ممكن وهذا الفيديو اسطوري مع ذلك خسرنا معليش بنعود ارجع الفيديوهات الجاي والحياة الدنيا حياة فوز وخسارة للمرة الكلمة الجاية اخسر عدد من المباراة بعدين فوز مرة ثانية اخسر هيك بده الله سبحانه وتعالى وان شاء الله بكون ان شاء الله اشوفكم فيديو جاي واكتبوا تحت التعليقات شو بتكون تحديات لكم اياها ومين لعيبة بدكم يعني يشتريها وشو المقطع لكل احبابكم ونشوفكم فيديو جاي مع السلامة بيس